بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد مساءكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عليكم بالعافية. النهاردة هنقدم لكم ثلاث أطباق، أرجوكم جهزوا ورقة وقلم. الأطباق اللي عندنا النهاردة أقول لكم عليها بسرعة. هنعمل طبق المسقعة الإيطالية أو المسقعة المكسيكية زي ما أنتم عايزين سموها، لكن هي أنا بعتبرها مسقعة إيطالية. وعندنا الطبق الثاني طبق رز بالسبانخ الفريش، السبانخ الطازجة المثلجة. عندنا الطبق الثالث هنعمل سلطة الجريك، سلطة السلطة اليونانية مع الخضار والجبنة البيضاء. دي أطباق النهاردة، أرجوكم جهزوا ورقة وقلم. ونسيبكم فاصل ونرجع بعد شوية بعد ما تشوفوا وسائل التواصل على الشاشة. أرجوكم ابقوا معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل ونبدا مع بعض اول اطباق النهارده. هنعمل اطباقنا بالترتيب حسب ما تعودنا، الحاجات اللي بتاخد وقت في السوى وتاخد وقت في التركيب على النار نبدا بيها الاول. نبدا اول حاجه بالرز. عندنا الرز سهل جدا، رز بالسبانخ. طبعا استخدمنا الرز الابيض او الرز الحبه الطويله. طبعا نصائح لست البيت، الرز هذا لابد ان ينقع في الماء لمده 30 دقيقه. لازم تنقع الرز 30 دقيقه في الميه، وبعد ما يتنقع في الميه 30 دقيقه بعد كده يتصفى ويتركن على جنب. عندي قدر على النار فيه ميه ونحط فيه شويه ملح بالشكل هذا، وعندنا قطعة زبدة كاملة نحطها في قبل المية للتطعيم. عندنا السبانخ بتاعتنا، ممكن بقى في الحالتين تجيب السبانخ الفريش تفرميها في الكبة عند حضرتك، أو تشتريها فروزن جاهزة من بره متلجة، في منها سبانخ ورق وفي منها المفروم. دي السبانخ المفرومة بتاعتنا اهي. عندنا مية وملح، هنحط السبانخ مش هتاخد وقت على طول، كيس صغير من السبانخ هو حوالي 450 جرام. هنحط السبانخ في المية مع الزبدة والملح ونسيبها تغلي دقيقة واحدة لغاية لين تدوب. أول ما تدوب هبدأ أشتغل عليها على طول ونضيف لها الرز بتاعنا. ادي الرز هنخليه على جنب لغايه لما الرز الميه تبدا تغلي على النار. يبقى كانت المقادير بتاعتنا عباره عن ماء حار على النار، زبده وملح والسبانخ المفرومه، او هات السبانخ الفريش وافرميها في الكبه عندك لغايه ما تبقى عامله زي الملوخيه كده، او تشتريها سهله جاهزه من السوق على طول. وهنشوف المقادير مع بعض بعد لحظات. اهي نزلت مقادير معانا، كوب ارز و250 جرام سبانخ وزبده وتوم وبصل وملح. هنحط الثوم بعدين بعد شويه بعد الرز ما تشرب، هنضيف الثوم في الاخر عشان يعمل النكهه اللي انا عايزها، لو اللي انا عايزها من طبق الرز بالسبانخ. ده كان الطبق الاولاني. الطبق الثاني بسرعه كده نبدا نشتغل فيه، اللي هو طبق المسقع. خلينا نزود النار بس الناحيه دي عشان ايه، انا هبدا اشتغل على المسقعه وفيها شويه تفاصيل صغيره كده هقول له حضراتكم عليها. مسقعه هي بتنجان، جبنه بتنجان قليناه، بتنجان مقلي متقطع شرايح. هناخد القدر ده ورا كده وهنجيب طاسه كبيره نحطها على النار لغايه لما تسخن شويه، ونضيف لها شويه زيت نباتي بالشكل ده. تمام. الكورنات بتاعت المسقعه جبنا البتنجان الرومي الكبير قطعناه شرايح زي ما انتم شايفين وقليناه. وست البيت لا تتخلصي من القشر البتنجان، كتير ناس بشوفها تقشر قشر البتنجان، تقشر بتنجان وتتخلص من القشر بتاعه. القشر ده كله فوائد، مليان بنسبه 90 من 95% حديد، مفيد للجسم جدا. ما ترموش قشر بتنجان يا جماعه. عندنا البتنجان مقلي، عندي فلفل رومي متقطع شرايح. هنحتاج طاسه ثانيه صغيره برضو النهارده، شغل الطاسه يبقى شويه زياده. نجهز الصلصه بتاعت الخلطة الخاصة بالمسقعة اهي قدامكم، هنشوف كده بالراحة. ممكن نغير الاتجاهات، نجيب دهنة بحيث تطلع بسرعة.
طاسة على النار فيها شوية زيت، دي غير الطاسة التانية، دي هنعمل فيها الخلطة الداخلية بتاعة المسقعة، ودي هنعمل فيها الصوص بتاع المسقعة. أول حاجة عندنا هنجيب البتنجان بالشكل ده ونبدأ نرصه في قاع الصينية بعد ما اتقلى وصفناه من الزيت كويس. البتنجان بتاعنا هو متقطع شرايح ومقلي، هبدأ أصفه في الصينية بتاعتي بالشكل ده أهو، حوالي كيلو من البتنجان بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. وعندي طاسه على النار اهي، حطينا فيها شويه زيت صغيرين، هنستنى تسخن شويه، نبص على الرز كده الميه بدات تغلي بتاعه الرز، والفرن عندي درجه حرارته مظبوطه عشان هندخل فيه مسقعه بعد كده. يبقى انا عندي مرحلتين، اول مرحله مرحله ان اعمل الصلصه بتاعه المسقعه. عندي ثوم مهروس، ثوم مهروس هنحط شويه صغيرين كده من الثوم المهروس ونبدا نحمرهم، هنخلي بس فصين صغيرين عشان الرز. ابدا احمر الثوم بتاعي زي ما انتم حضراتكم شايفين اهو لين لونه يبقى ذهبي. دي الصلصه بتاعه المسقعه اللي هنعملها النهارده، فصين ثوم مطحونين ناعم اهم مع شويه زيت نباتي بالشكل ده، واسيبهم لين يحمروا. لازم الثوم يحمر معايا عشان ما يطلعش ريحه اثناء الاكل، في بعض الناس بتستاء من اكل الثوم لنقول لك بيعمل ريحه اثناء النفس، لكن صدقيني لو حمرت الثوم كويس بشكل مظبوط ليوصل لمرحله لون الذهب او اللون الذهبي مش هيعمل معاك ريحه خالص. اللي يعمل معاك الريحه الثوم الني، ان حد ياكل ثوم ني يعني، ده اللي يعمل ريحه رغم ان هو مفيد جدا يعني. ادي الثوم حمر على النار، هبدا بعد كده اديله رشه كمون صغيره كده اهو، رش كمون صغيره مع الصوص اهي، برضه تاخد ويطلع ريحتها مع الثوم. ادي الثومه والبصله، عندي معجون طماطم اهو، دي معجون الطماطم بتاعي بسرعه كده نضيفه، حوالي معلقتين من معجون الطماطم بالشكل ده، وابدا اخلط كل الكلام ده مع بعضه كده لين يديني صوص او يديني صلصه حمراء. شفت الثوم بقى لونه ذهبي عامل ازاي؟ بقى شكله جميل. ديها رشة ملح صغيرة، رشة ملح صغيرة، وعندي كاسة من الماء، حوالي ربع كاسة من المية بس، أنا أعمل الصوص بالشكل ده أهو عشان نكتر، وأبدأ أقلب كله مع بعضه كده لين يندمج ويديني صلصة ذات كثافة. آدي الصلصة بتاعتنا بتاعت المسقعة الإيطالية، هي المسقعة النهاردة فيجيتيريان بدون أي لحوم تمام كده، وهي على النار بتغلي كده بالراحه. هنقلها على العين الصغيره، هنجيب هنا العين الكبيره، هنسيب ده العين الصغيره كده، وابدا بعد كده اجهز الاغراب بتاعتي. عندي شويه زعتر صغيرين، حاجه رشه بسيطه، زعتر اللي هو اوريجانو مجفف بسيط، شويه ثوم بالشكل ده اهو، وهبدا بعد كده نضيف الحشوات بتاعتنا. ده بقى الفلفل الكابسيكم بتاعي مقطعه شرايح، دي الحشوه الداخليه بتاعه المسقعه. هبدا اخد الفلفل اللي مقطعه شرايح ده، عباره عن حبايه صفراء حبايه خضراء حبايه حمراء، مباشره كده اضيفهم على النار اهو، وابدا اقلب لغايه لما يدبلوا بالشكل ده اهو، اقلبهم لغايه لما يدبلوا. طبعا ما ضفناش اي مواد عطريه زي الثوم وزي الاشياء دي لان الصلصه عندي فيها ثوم. ابدا اقلب الخليط بتاعي كويس جدا، الميه غلت بتاعت الرز، بص الحاجات كلها على النار، مركبين كل الشغل على النار. نبدا نقلب نشوف السبانخ وصلت لغايه فين، السبانخ بدات تدوب اهي، اهي السبانخ بدات تدوب زي ما انتم شايفين اهو، سهله جدا. بعد كده هجيب الرز بتاعي، كل حاجه على النار شغالين فيها مره واحده، هنجيب الرز طويل الحبه اهو بالشكل ده ونقلب، افضل اقلب كده لين كله اندمج مع بعض اهو، ونقصر النار عليها ونسيبها تغلي. ادي الخليط بتاعي الداخلي بتاع المسقعه اللي هو عباره عن فلفل اصفر واحمر واخضر، الصلصه بتاعت المسقعه جاهزه جنبي اهي. بسرعه نحط شويه اوريجانو هنا صغيرين اللي هو الزعتر البري بالشكل ده اهو، واقلب. ناخد شويه صلصه، هنبدا دلوقتي نجيب الطوه دي، هنبدا ناخد الطوه دي دلوقتي حالا كده اهو، نحطها على جنب وناخد قدر ده نجيبه هنا كده علشان تظهر معانا، تظهر معانا. ناخد الصلصه بتاعتنا، ناخد شويه صلصه صغيرين، ابدا اوزعها فوق البتنجان بتاعي كده واهو، سهل جدا. جربوا الطوه ده يا جماعه، ريحته جميله جدا وطعمه اجمل، جربوه هيعجبكم. ادي شويه صلصه صغيرين كده على الطاسه على جنب،
وابدا اخد الفلفل بتاعي اهو واقلبه التقليبه الاحترافيه بتاعتنا لغايه لما يدبل. انا عايز الفلفل ده يدبل ما يستويش، ان الفلفل الرومي ما بياخدش وقت في السوا خالص بالشكل ده اهو. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الفلفل ده بعد ما دبل، نشوف حبه كده دبلت، بدا يطرى شويه اهو، ما تحملش، اقلب كويس، اديله رشه ملح الداخليه بتاعته اهي. الرز على النار بيغلي، كل حاجتنا مع بعضها. هبدا اخد الخليط ده اضيفه مباشره فوق الطبقه الاولانيه بتاعت المسقعه اهو، سهله يا جماعه خالص اهو. اخد اول طبقه اضيفها فوق البتنجان وابدا اسويها بالشكل ده اهي، سهله جدا. بعد كده والحروف تمام عشان ما تطلعش بره، يبقى شكلها كله متناسق. اخد شويه صلصه واضيفها فوق الطبقه المسقعه بتاعي اهو. بعد كده اجيب بقيه كميه البتنجان بتاعتي وابدا اصفضها فوق بعضها بالشكل ده. طبعا المنديل مهم جدا، شايفين المنديل شرب زيت قد ايه؟ منديل جدا مهم علشان يشرب الزيوت بتاعت القلي، وست البيت تعود نفسها اي حاجه تقليها تحط تحت فوق الطبق اللي هتطلع فيه، سواء بقى سمك، سواء جمبري، سواء بطاطس، اي حاجه بتقليها تحطها على منديل تيسيو بالشكل ده. وهبدا اوزع البتنجان بتاعي اهو. طبق فيجيتيريان النهارده، ما فيهوش اي بروتينات، تغيير، احنا بنحاول نغير قدر المستطاع. بعد كده نبدا نجيب الصلصه بتاعتنا اهي، وابدا اوزعها بالشكل ده اهي. ادي الصلصه بتاعتي، اوزعها كلها على الصحن. بعد كده اهي، تمام. بعد كده هنجيب بلانشه بتاعتنا، هنقطع عليها شرايح طماطم علشان نرصها فوق طبق البتنجان. قطع شرايح طماطم بالشكل ده اهي، شرايح طوليه عرضيه، شرايح رقيقه جدا. ابدا اخد الطماطم بتاعتي وابدا ارصها من فوق التوبنج ده، الشكل الجمالي بتاع المسقعه. التوبنج مهم جدا، اللي هي الطبقه العلويه. اي كلمه توبنج يقول لك توبنج من فوق، التوبنج بتاع التورته، التوبنج بتاع المافن، الشوكولاته اللي فوق، اي حاجه علويه بنسميها التوبنج اهو. معلش خليني اقلع ده علشان ما نعورش نفسنا. وابدا بالسكينه اقطع بقيه الطماطم شرايح اهو. نتخلص من دي وناخد بقى حبات الطماطم دي كمان ونقطع، هنحتاج حبات طماطم كمان. كل الكلام ده هيخش الفرن بعد كده، نجيب كمان حبات طماطم بالشكل ده اهو، سهله جدا. شرايح الطماطم خليها يعني على قد ما تقدري، خليها رفيعه جدا ما تكونش سميكه. ادي الطماطم بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، كله على النار مع بعضه، مفيش حاجه اتاخرت. بقى ناخد شويه الزعتر بقى بتوعنا، نرش عليها الزعتر من فوق، الزعتر الجميل اهو، يديله طعم كويس ونكهه مش بطاله. رشه الكمون الجميله اهي، وناخد الكلام ده كله ونجري بيه طيران على الفرن، نخليه يعيش حياته. ده كان طبق المسقعه، نحطه في الفرن ياخد طبقه الجراتيه بتاعته، نعلي النار عليه ونسيبه يعيش حياته لمده حوالي تقريبا 10 دقائق. اثناء ما المسقعه في الفرن والرز على النار، بسرعه هعمل طبق السلطه. طبق السلطه بتاعي النهارده طبق الجريك سلط. نبص على الرز، نديله تقليبه من وقت لاخر اهو اهو، زي ما انتم شايفين رز بالسبانخ، تطلع قطع السبانخ معايا ممتازه مع طبق الرز، حاجه جميله جدا. خليها على النار، نجيبها على نار قويه شويه كده عشان ايه تمام، خليها تغلي على النار. نبدا بقى نجهز الطبق الثاني بتاعنا، اللي هو طبق السلطه اليونانيه اللي هي اسمها الجريك سلط. نمسح السكينه كويس، بعد كده نمسح البلانشه ونبدا نجهز. هات الطبق اللي هنغرف فيه، ده الطبق اللي هنغرف فيه مباشره، هنقطع فيه الحاجه بتاعتنا ونحطها ونغرف مع بعض. فلفل رومي كابسيكم، هنجيب حبايه كبيره، ابدا اخد الحروف بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، واحاول اتجنب الليف الابيض اللي فيها اهو. وناخد دي كمان ونرمي الكلام ده. ابدا اقطع الفلفل بتاعي على ثلاثه واقطعه كيوب صغير، قطعات صغيره كيوب اهو، سهل جدا سلطه الجريك.
سلطة يونانية جريك سلطة حتى من اسمها باين. نبدأ نقطع كل الكلام ده مع بعضه، الفلفل على ثلاثة، حبات طولية بالشكل ده، الرز على النار ريحته بدأت تطلع معايا، ريحة الرز بدأت تطلع. ناخد الفلفل ده اهو زي ما انتم شايفين، هنقطعه قطع كيوب صغيرة. بعد كده ممكن نجيب حباية كمان صغيرة، في كمان حبة، ناخد الحباية الحمراء الجميلة دي هتعمل شكل برضه في الطبق مع فلفل أخضر، يطلع شكله محترم جدا. يبقى أطباقنا النهاردة يا جماعة نقول كمان مرة، كان عندنا ثلاث أطباق. أول طبق في الفرن عملناه المسقعة، قلينا البتنجان، بعد كده قطعنا الفلفل بتاعنا الألوان إلى شرايح طولية جوليان، تقطيع اسمها جوليان، احفظوا يا جماعة الأسماء بتاعت التقطيعات، التقطيع دي اسمها برنوا كاريه صغير. وقطعنا الفلفل الطولي كان بجوليان. هنبدأ نجيب الخيار، حباية خيار اهي، نشيل الحروف بتاعتها بالشكل ده، وأبدأ أقطعها طولي اهي، وأبدأ أقطع الخيار بتاعتي. نجيب واحدة كمان، نشيل الحروف بتاعتها اهي، نقطع الخيار. طبق السلطة مهم جدا على السفرة، اهتموا فيه. ادي الخيار بتاعنا، نحط كمان حبتين من الخيار، ناخد كل الكمية كلها عشان نعمل طبق سلطة يوناني زي ما بيقولوا معتبر يعني. ادي الخيار، نجيب الحبة الأخيرة، نشيل منها الحروف بتاعتها ونقطعها بنفس الطريقة اللي هي الكاري الرفيع. نبدأ نحط المجموعة دي كلها على بعضها، الخيار ثم الفلفل، عملنا فلفل ألوان، فلفل أخضر فلفل أحمر، وحطينا خيار. نبدأ بعد كده نجيب الطماطم، نقلب الكلام ده كله شوية مع بعضه كده، مع بعضه كله تقلب. هي السلطة بتبقى عشوائية، السلطة دي بتبقى عشوائية. هنجيب حباية طماطم نقطعها بالشكل ده، نشيل القمع بتاعها، الناحية التانية نشيل القمع برضو اهو، نبدأ نقطعها كده مكعبات طولية، طماطم مكعبات طولية، حباية على ثلاثة، نركن دي على جنب كده عشان نقطعهم مرة واحدة. دي كمان اعتقد ان كفاية حبة واحدة. هبدأ اهو طماطم اقطعها طولية، ويفضل الطماطم تكون من النوع الجامد اللي هي الناشفة يعني، ما يكونش فيها مياه كتير. ادي الطماطم اهي، نضيفها مباشرة كده فوق الطبق. عندنا طماطم تاني ممكن نزود واحدة كمان، هناخد الحرف ده كده نطلعه وناخدها على اتنين وعلى ثلاثة، يعني على اتنين وعلى ثلاثة، ونقطع الطماطم. ريحة الرز يا جماعة طالعة ما شاء الله تجنن يعني، أنا ريحة عجباني جدا. خلينا نقلب تقليب الرز اهو، بدأ يشرب ميته وبدأ يلون معايا، بدأ الرز يشرب ميته وبدأ يلون معايا، هو اللون الأخضر لو الكاميرا تجيب معانا الرز، لون الرز من فوق يا جماعة، نشوف قبل السادة المشاهدين شكله عامل ازاي، ده شكل الرز بشكله عامل ازاي مع السبانخ. يشرب ميته بقى يبقى أحلى من كده بكتير، هيكمل لما يشرب ميته. نقصر النار عليه، بعد كده نكمل بقية صحن السلطة بتاعنا اهو بالراحة. ادي الطماطم وزعناها، ناخد البلانشة بقى نفضي بيها الجوس اللي عليها ده كده على جنب. هنبدأ نجهز الطبق، عندي كمان هنا مجموعة حبة طماطم كمان علشان نزين بيها الطبق بعد ما نقطع. عندي هنا الجبنة البيضاء، جبنة فيتا بيضاء عادية، دي جبنة بيضاء موجودة في السوق، حاولي تختاري الجبنة الأسيا اللي هي الناشفة، ما تكونش الطريقة تبقى كريمية عشان ما تيجي تقطعيها ما تفتفتش معاكي وتطلع الدوبري بتاعها كتير. هناخد الجبنة دي نبدأ نوزعها من فوق الطبق، جبنة بيضاء متقطعة مكعبات اهي، نبدأ نرص الجبنة كده اهو. تمام،
زيتون الاسود شرايح، يفضل الزيتون الاسود طبعا عشان الالوان. ممكن الاخضر تشتغليه بس الطبق مش هينطق ولا شكله يبان الا بالزيتون الاسود. هذا الزيتون الاسود ترشيه من فوق كده اهو، تمام. بعدين رشه الزعتر، رشه الملح الصغيره الجميله اهي، رشه ملح صغيره خالص جدا. بعد كده هنجيب كل الكلام ده، نخلي فص الثوم، ادي فص الثوم اللي قلنا عليه في الاخر، هنضيف على الرز في الاخير بقى اهو. بعد الرز ما بدا يشرب ميته، ادي فص الثوم الاخير هنبدا نضيفه على الرز، نوزعه كده من غير تقليب بسرعه بسرعه، الوقت بيعدي معانا تقريبا 3 دقائق. بسرعه ابدا ازين الطبق اهو، نبدا نزين الطبق، نزينه ازاي؟ نقطع الطماطم دي شرايح كده عشان نزين بيها الطبق بتاعنا. دي بقى شرايح الطماطم دي ترصيها داير داير في قلب الطبق بتاعك، مش لازم نعملها كلها، هنعملها بس زوايا كده وخلاص، حبتين هنا وحبتين هنا اهو كده بالظبط. طبق الجريك سلات خضرة عامة مهما كانت، لو انا هاكل الخضرة كده، لو جبت حبات طماطم كلها زي ما هي صحيحة او الخيار او الخس، الخضرة عامة فيها عناصر غذائية كتيرة وافضل من اي لحوم، من اي اسماك، من اي دجاج. كمان شريحتين هنا اهو، تمام كده، ايوه زي الفل كده. نركن بقى الكلام ده على جنب كده، نطلع المنديل، نمسح الطاولة عشان نبدأ نطلع. ده طبق السلطة، خلينا نمسح الطاولة الأول. نبص على المسقعة في الفرن وصلت لغاية فين. المسقعة بدأت تدبل شوية، معانا وقت قد ايه يا جماعة؟ دقيقتين تقريبا، أقل من دقيقتين ولا دقيقتين. نجيب منديل كمان لأن البايركس سخن جدا. فاضل معانا دقيقة واحدة، الرز مش هنلحق نغرفه، بس نطلع بسرعة. ادي المسقعة، طبق المسقعة بالخضار. طبعا كلنا متعودين المسقعة تبقى في قلب صينية وفيها صوص كتير ونقلب وتيجي متلخبطة، لكن دي دراي شوية مع الخضار اللي جوه ممتاز جدا. شرايح الفلفل الكبسك من اللي عملناها مع فص الثوم الجميل اللي عملناه ورشة الزعتر، الزعتر مهم جدا في الطبق ده، الزعتر اللي هو اوريجانو الناشف، وفي موجود في الأسواق زعتر فريش ممكن تجيبيه تقطعيه بالسكينة، بس أنا أفضل الدراي لما بيخش الفرن بيطلع السموك بتاعه أو الدخنة بتاعته تبقى أفضل وريحته أفضل. ده كان الطبق. آدي الرز، وبص الرز بس يتشرب ونغرفه يعني، بس هو وقت البرنامج احنا عدى بسرعه النهارده. ادي الرز اهو، سيبوه ما يشرب ميته، بعد ما يشرب الميه يغرفيه في قلب البوله بتاعتك، في بوله تقديم كده تجيبي بوله تغرفي فيها الرز وتقلبيها الناحيه الثانيه، علشان ادي كنا مجهزين الطبق الغرف بس مش فيش وقت. جيبي بوله زي كده حضرتك بعد الرز ما يستوي، تغرفي فيها الرز وتسويه كويس، بعد كده تجيبي صحن التقديم اللي هو بالشكل ده وتعملي الطبق عليها من فوق كده وتقومي قلب الطبق كده، هيطلع معاكي فورمة الرز تطلع ممتازة. نتخيل ان احنا غرفنا الرز بس هو لسه شوية قدامه، عايز كمان يجي 10 دقايق. للأسف مش هنقدر نغرف طبق الرز، بس التفاصيل موجودة عندكم. ده كانت اطباقنا النهاردة، طبق الرز اللي على النار ان شاء الله يطلع مظبوط نغرفه، وادي طبق سلطة الجريك وطبق المسقعة الإيطالية، ودي كانت اطباقنا النهاردة، وان شاء الله تحوز على اعجابكم، ويا ريت تكون سجلتوا المقادير، واي وقت محتاجين اي حاجة اتصلوا علينا فورا، لا تترددوا، نحن موجودين هنا لخدمتكم. والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.